إخبارية مفصلة من تلفزيون جيبوتي نستهلها بأبرز وأهم العناوين. ستة آلاف نبتة أكاسيا في كوريا في كوريكومي من إقليم الدخلة. وسادة ألمانية توتر بين اليونان وتركيا. تلكم كانت مقدمة النشرة وإليكم تفاصيلها من تلفزيون جيبوتي. أهلا بكم. قام معالي وزير البيئة والسياحة والتعمير السيد محمد عبد القادر موسى حلم على رأس وفد رفيع من مسؤولي منطقة الدخل بزيارة تفقدية إلى ناحية حنلي بغية الاطلاع عن كثب على التقدم المحرز في تنفيذ مشروع إعادة تسجيل 5000 نبتة أكاسيا في كوريكوما. ورافق الوزير في هذه الزيارة نائب محافظ منطقة الدخل ورئيس المجلس الإقليمي ونواب المنطقة، إضافة إلى مساعد والي المنطقة في يوبوكي. ولدى وصول الوزير والوفد المرافق له إلى هذه المنطقة استقبل من قبل المجتمع المدني باستقبال حار وحفاوة بالغة. هذا ويساهم هذا المشروع في البيئة في هذه المنطقة بالتغير المناخي الذي تشهده هذه المنطقة. وأتيحت الفرصة للوزير والوفد المرافق له للوقوف عن قرب على أنشطة إعادة التسجير على مساحة 10 هكتارات في سهل حنلي في كوريكوما. هذا وتمت زراعة 5000 نبتة أكاسية حيث يزرع على مساحة 5 هكتار حتى الآن في هذه المنطقة، وسيستمر هذا العمل في سائر الهكتارات. وشاركت في هذه المناسبة نساء هذه المنطقة بفاعلية في مشروع إعادة تشجيرها. وفي كلمة لرئيس المجلس الإقليمي في دخل السيد عبد الرحمن يونس آري في هذه المناسبة أشار إلى أن هذا المشروع سيعزز أنشطة الحفاظ على البيئة، وقال استقبلنا اليوم وزير البيئة والوفد المرافق له في ناحية حنلي. وأشار إلى أن الهدف الرسمي لزيارة الوزير والوفد المرافق له إلى هذه الناحية التابعة لإقليم الدخل يكمن الوقوف عن قرب حول مشروع إعادة تشجير 5000 شجرة على مساحة تقدر بخمسة هكتارات. وتأتي هذه المبادرة في إطار سياسة وزارة البيئة الرامية إلى الحفاظ على البيئة وحماية الأشجار من التلف في ربع البلاد. ونوه رئيس المجلس الإقليمي في الدخل أن مشروع التشجير والذي بادرت به وزارة البيئة استمر لمدة 5 شهور، وقال نحن في صدد نهاية هذا المشروع. وأخيرا قدم الشكر والعرفان للحكومة ممثلة بوزارة البيئة على هذه المبادرة الفريدة من نوعها والتي من شأنها أن تحافظ على بيئة المنطقة، وقال يساهم هذا المشروع بتكيف البيئة في هذه المنطقة بالتغير المناخي. عقب زيارة وزير البيئة والسياحة سيد محمد عبد القادر موسى حلم في مشروع إعادة التشجير ناحية حنلة، التقى بالمجتمع المدني القاطن في هذه المنطقة والذي من بينهم عقال وأعيان هذه المنطقة. هذا وقدم الوزير حلم الشكر والامتنان للمجتمع المدني على مساهماتهم لتطوير هذا المشروع في منطقة كوريكوما. كما قدم الأهالي القاطنون هذه المنطقة جملة من احتياجاتهم ومشكلاتهم لوزير حلم، حيث شارك في الاجتماع كبار المسؤولين في وزارة البيئة والمنظمات الإقليمية وممثلو المجتمع المدني المنحدرون من جميع النواحي التابعة لمنطقة الدخل. من جانبهم شكر السكان المحليون أولا وقبل كل شيء ممثل المجتمع السيد يوسف موسى وممثلة نساء يوبكي ووزارة البيئة لإنجاز هذا المشروع. بدوره قدم وزير البيئة السيد محمد عبد القادر موسى حلم الشكر والامتنان لسكان ناحية حنلي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي حظي به خلال هذه الزيارة. نتابع المزيد من كلمة الوزير مع زميل فيصل أحمد الأزهرية. وفي كلمة لوزير البيئة والتعمير والسياحة السيد محمد عبد القادر موسى حلم في هذه المناسبة شكر أهالي كوريكوما وحنلي على ترحيبهم الحار ومشاركتهم الفعالة في مشروع التشجير الذي يعد الآن ناجحا، وطلب من المجتمع المدني أن يجعلوا المشروع مستداما ويواصلوا إعادة تشجير الأنواع الأخرى من الأشجار. وقال إنه بالإضافة إلى أنشطة إعادة التشجير والزراعة ستستفيد قرية كوريكوما العديد من الأنشطة التدريبية المتعلقة بتقنيات الزراعة الرعوية
المتكيفة مع تغير المناخ، وهنأ حلم نساء حنلي على مشاركتهن الفعالة في نجاح مشروع تسجير. ونوه الوزير أن سكان محافظة يوبوكي أتيحت لهم الفرصة لمقابلة الرئيس خلال جولته الأخيرة لتقديم طلباتهم، والتي كانت من بين هذه الشكاوى بناء مدرسة، وستصبح في المستقبل القريب حقيقة واقعية وقد بدأ بناؤها بالفعل. أما بالنسبة لمدرسة كوريكوما التي أثاروا طلبها خلال الاجتماع مع الرئيس الجمهورية، تعهد الوزير بتلبية هذا الطلب، وأصر على أهالي كوريكوما لاستدامة مشروع إعادة التسجير. وأخيرا دعا الوزير بمشاركة فاعلة في المشاريع التي ستنفذها وزارة البيئة في سهل حنلي، وشكر جميع تقني الوزارة الذين شاركوا في إنجاح مشروع التسجير حنلي وكوريكوما، والجهات الفاعلة المحلية التي دعمت تحقيق هذا المشروع. يواصل المكتب الإقليمي للرحمة في جبتي منذ يوم السبت الماضي عمليات توزيع مستحقات الأيتام لعام 2020، والتي يستفيد منها نحو 2000 يتيم ويتيمة من جبتي العاصمة والمناطق الداخلية. نتابع المزيد من التفاصيل مع الزميل فيصل أحمد الأزهري. المكتب الإقليمي للرحمة العالمية في جمهورية جيبوتي بعمليات توزيع مستحقات الأيتام لعام 2020، والتي يستفيد منها نحو 2000 يتيم ويتيمة من جيبوتي العاصمة والمناطق الداخلية، فيما يبلغ إجمالي المبلغ الموزع نحو 100 مليون فرنك جيبوتي. ويجري المكتب تنفيذ هذا المشروع الخيري بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن ومؤسسة ديوان الزكاة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف. وتم توزيع كفالة الأيتام صباح اليوم الأربعاء بحضور المستشار الفني لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيد محمود بلا علي، ومدير عام ديوان الزكاة بالإبانة الشيخ علمي عبد الله عطر، إلى جانب المدير الإقليمي للرحمة العالمية في جيبوتي السيد عبد الغني إسماعيل القرشي. كما شارك في المناسبة مدير المشروعات للرحمة العالمية السيد علمي يوسف طاهر، ومراقب المشروعات السيد خالد أبو هرج، والعشرات من وكلاء الأيتام المسجلين لدى المكتب. وألقى مدير المشروعات لدى المكتب الإقليمي للرحمة العالمية السيد علمي يوسف طاهر كلمة أكد فيها على أهمية هذا المشروع الخيري الذي يندرج في إطار برامج وأنشطة الرحمة العالمية، ونوه أن مكتب الرحمة العالمية يقوم بكفالة نحو 2000 يتيم ويتيمة، حيث يقدم لهم مساعدات مالية بصورة سنوية. وأثنى على التعاون القائم بين المكتب ووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والديوان الزكاة، مشددا في ذات الوقت على الدعم المتواصل الذي تلقاه الرحمة العالمية من قبل الحكومة بقيادة الرئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيل. وأكد أن المكتب الإقليمي للرحمة العالمية يقدم أيضا رعاية متكاملة لنحو 600 يتيم في مجمع الرحمة بجيبوتي العاصمة ومجمع الرحمة في إقليم أبوخ في شمال البلاد. من جهته أشاد مدير ديوان الزكاة بالإنابة السيد علمي عبد الله عضر بالجهود التي تقوم بها الرحمة العالمية ممثلة بمكتبها في جمهورية جيبوتي من أجل تحسين الظروف الحياتية لشريحة الأيتام. وتناول في كلمته الاهتمام الكبير الذي أولاه الدين الإسلامي الحنيف فيما يتعلق برعاية الأيتام، مشيرا إلى أن مؤسسة الديوان الزكاة تتولى هي الأخرى كفالة عدد كبير من الأيتام. من جانبه رحب مدير المشروعات لدى الرحمة العالمية في جيبوتي السيد خالد أبو هرج بالمشاركين في مناسبة توزيع كفالة الأيتام لعام 2020. نتابع. المشاريع الاجتماعية لجمعية الرحمة العالمية في جيبوتي، نقوم في هذه الفترة بتوزيع كفالة لعدد 2000 يتيم بقيمة إجمالية 100 مليون فرنك جيبوتي. وهذا العمل الكبير هو تبرع وكفالة من أهل الخير من دولة الكويت، فلهم الشكر والتقدير والجزاء من الله عز وجل. والرحمة العالمية في جيبوتي تعمل في عدة محاور: المحور التعليمي
بشقي التعليم العام والتعليم المهني كما تعمل في المحور الصحي الذي يتمثل في مستشفى الرحمة وما تقدمه من خدمات، وبذلك تكون جمعية الرحمة العالمية إحدى شركاء حكومة جيبوتي في مشروعات التنمية المستدامة. ويرجع الفضل بعد الله عز وجل لاستمرار مجمع الرحمة بكل مشاريعه في طول البلاد وعرضها، من مدارس ومستوصفات ومساجد وأبار ومجمعات إلى الدعم المتواصل واللامحدود من فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلة رائد التنمية الشاملة في جيبوتي، فله منا كل الشكر والتقدير. وفي نهاية هذه الكلمة نكرر شكرنا للأيتام وأمهات الأيتام والإخوة الحضور جميعا. هذا كان مراقب المشروعات لدى الرحمة العالمية. أما المستشار الفني لوزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن السيد محمود بن علي فقد شدد في كلمته على أهمية مشروع كفالة الأيتام الذي تتولى تنفيذه رحمة العالمية ممثلة بمكتبها في جمهورية جيبوتي، وأثنى في كلمته على الجهود التي بذلها مدير المكتب الإقليمي للرحمة العالمية في جيبوتي السيد عبد الغني القرشي وفريق العمل من أجل الإسهام في المساعي الحكومية لتحسين الظروف المعيشية للفئات البسيطة. وانتهز هذه الفرصة أيضا لحث الميسورين من أبناء الوطن على المشاركة في مشروع كفالة الأيتام من أجل الإسهام في تلبية احتياجات هذه الفئة المجتمعية الهامة. وفي ختام كلمته دعا ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن أمهات الأطفال الأيتام إلى الاهتمام بتربيتهم تربية سليمة حيث يكون عناصر صالحة تسهم في بناء البلد. إلى منطقة تجارة وأبخ، عقب صدور القانون المتعلق باعتماد السياسة الوطنية للتدريب المهني كلف معالي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد مصطفى محمد محمود لجنة فنية معنية بتنفيذ مشروع تطوير أول وتفعيل أول خطة عمل متوسطة الأجل للوثيقة الاستراتيجية للسياسة الجديدة بشأن التدريب المهني والتي تستمر حتى 2025 في كافة التراب الوطني. هذا وأجرت هذه اللجنة مشاورات واسعة مع جميع الجهات المعنية من أجل إدراج هذه الخطة في الميزانية والتي تعد من الإجراءات ذات الأولوية والتي يتم تنفيذها في السنوات الخمس المقبلة. كما تندرج الخطة ضمن السياسة اللامركزية والتي بدأت في بلدنا وفي كل منطقة لتعزيز إمكاناتها للتنمية المجتمعية، والتي تتطلب تعزيز التدريب المهني ومراعاة مميزات المناطق الداخلية. كما تهدف هذه الخطة إلى تعزيز مشاركة الجهات الفاعلة الإقليمية في جميع مراحل المشروع من أجل تطوير وتفعيل هذه الخطة. وبهذا الصدد توجه أعضاء الفريق الفني تباعا إلى أبخ وتجارة ويومي الأحد والاثنين الماضيين لعقد اجتماعات للبحث مع السلطات المحلية ورؤساء المجالس الإقليمية وأيضا أقسام اللامركزية وممثلي المجتمع المدني حول تنفيذ هذه الخطة. صار 15 عاما وهذا يدل على شيء، يدل على اهتمام الدولة بالتعليم المهني لما يقدمه من خدمة للمجتمع. شاركنا اليوم ممثلا لمجمع الرحمة نهدف إلى الدعم لهذه الخطة. تحمل قسم المهني تعليم الألمنيوم، تعليم الكهرباء، تعليم الخياطة، تعليم اللحام، وإن شاء الله في تطور في المستقبل بما هو مزيد إن شاء الله، وهذا ما نتمناه من دعم الحكومة لنا، ونحن مع الحكومة في دعم هذا المشروع. إلى منطقة داي، حيث تتواصل في منطقة داي فعاليات ترفيه الشباب المشاركين في المخيم الصيفي الذي يقام في هذه المنطقة. وبعد مرور أسبوع واحد من زيارة شباب الكشافة المنحدرة من العاصمة، قام شباب الأقاليم الشمالية وتحديدا إقليم تجارة وأبخ ورندا وعديلو للاستفادة من هذه التجربة الغنية والفريدة من نوعها والتي تتم عبر محافظات بلادنا. وقام هؤلاء الشباب خلال تواجدهم في هذه المنطقة أعمالا جليلة كتنظيف البيئة من القمامات وتلميع الطرقات وتحسين البيئة. وقد أقيم لصالح الشباب مأدبة إفطار متنوعة بغية القيام بأعمالهم بجدية ونشاط. ومن المقرر أن يبقى هؤلاء الشباب لمدة 3 أيام على مرتفعات هذه المنطقة الجبلية، وتساهم هذه المناسبة لمنح فرصة لهؤلاء الشباب في التواصل مع شباب منطقة الدي
والمخيم الصيفي، وهي مبادرة من قبل أمانة الدولة للشباب والرياضة، وأيضا من قبل أمين الدولة للشباب والرياضة السيد حسن محمد كامل، والذي قام بتنمية الشباب في مجالات مختلفة. ويأتي تنظيم المخيم الصيفي ضمن جهود أمانة الدولة المذكورة الرامي إلى تعزيز المشهد الثقافي في الوطن عبر ربط علاقة الأجيال بحب الوطن. إلى صفحة الرياضة، حيث وقع رئيس الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم السيد سليمان حسن وابري صباح اليوم عقدا مع مدرب جديد سيتولى تدريب المنتخب الوطني للسيدات، هو السيد إسماعيلي عبد السلام من مواليد 24 من نوفمبر عام 1965 وهو فرنسي الجنسية. وشهد حفل التوقيع بحضور مسؤولين من الاتحاد وأيضا من الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم والعديد من المدربين المشرفين على الفرق النسائية. هذا وأطلق رئيس الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم برنامجا واسعا لتعزيز قدرات كرة القدم وكذلك الفرق المنحدرة. وفي عام الماضي قام رئيس الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم بجلب خبراء فرنسيين لتعزيز القدرات الفنية لدى الفرق الوطنية لكرة القدم. هذا وفي كلمة مقتضبة له، رحب رئيس الاتحاد الوطني لكرة القدم سيد سليمان بهذه المبادرة وبالمدرب الجديد للمنتخب الوطني للسيدات، حيث قام بتوضيح توقعات الاتحاد وقال إن جيبوتي بلد صغير لكن طموحاته ومشاريعه كبيرة للغاية. من الساحة الوطنية إلى الساحة الدولية، تركيا تبدي استعدادها للتحاور مع اليونان دون شروط مسبقة لحل خلافهما. هذا وأعلنت أنقرة يوم أمس الثلاثاء استعدادها للتحاور مع أثينا من دون شروط مسبقة في شأن خلافهما حول التنقيب عن المحروقات في شرق البحر المتوسط. وقال وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني أن تركيا مستعدة لحوار من دون شروط مسبقة من أجل تقاسم عادل للثروات، وتدارك قائلا لكن الأمر غير ممكن إذا فرضت اليونان شروطا مسبقة. وتقوم ألمانيا التي تتولى رئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بوساطة لتهدئة التوتر بين اليونان وتركيا اللتين يجري كل منهما أعمال تنقيب أحادية عن المحروقات في شرق المتوسط تسببت بأزمة إقليمية. وتزامنت زيارة وزير الخارجية الألماني أولا لأثينا ثم لأنقرة الثلاثاء مع تدريبات عسكرية للبلدين في المتوسط. وأكد ماس أن الوضع بين تركيا واليونان بلغ مرحلة دقيقة جدا، وإنه لا أحد يريد حل هذا الخلاف بالسبل العسكرية، وإن هناك إرادة حوار لدى الجانبين. إلى إسبانيا، حيث تدرس الحكومة الإسبانية الاستعانة بالجيش في مواجهة كورونا. هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمس الثلاثاء استعداد الجيش الإسباني لمساعدة الأقاليم في التغلب على انتشار فيروس كورونا مجددا. وقال عقب أول اجتماع حكومي بعد العطلة الصيفية إنه بوسع الإدارات الإقليمية أيضا اتخاذ قرارات من نفسها فيما يتعلق بكيفية التصدي للجائحة بدلا من أن تتولى الحكومة المركزية المسؤولية، مشيرا إلى أن الحكومة ستوافق على طلبات حكام الأقاليم لإعلان حالات الطوارئ المحلية. وأضاف إن تدريب الجيش على الرصد المبكر والتطبع الوبائي يشمل إجراءات تحديد عوامل الخطر وتتبع المخالطين. وأكد أنه بوسع الأقاليم التي ليس لديها أدوات تتبع كافية الاعتماد على دعم القوات المسلحة. إلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي نشرتنا الإخبارية، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.